من أصعب الأمور اللي ممكن يتعرض لها أي شخص من الأشخاص، شو ما كان عمره أو جنسه أو مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي أو العلمي، هو إنه يتعرض للهجر من دون سبب من شخص كان غالي على قلبه، حبيب، صديق، شو ما كان نوع هيدا الشخص، كان آخذ حيز كتير كبير من حياتنا وتفكيرنا ومشاعرنا وتعلقنا ووقتنا. وبالتالي لما هيدا الشخص يبتعد، خاصة إذا مش غلطانين بحقه، يعني بدون سبب، ما في مبرر، هيدا الشخص قرر إنه يتركك أو يبتعد عنك لعدة ظروف ولعدة أسباب ممكن تتعلق فيه. أوقات في أشخاص هني عندهم مرض نفسي معين أو عندهم اضطرابات نفسية مثل الشخصية الحدية اللي هي تتأرجح بين مزاج متقلب أو بين شخصيتين هني النقيض، يعني يوم بحبك يوم لا. وشرحنا كتير عن Borderline Disorder، وهيدا الفيديو اليوم مش رح اشرح لكم عن الاضطرابات ولا عن الأسباب اللي بتدفع إنه شخص يتركك أو يبعد عنك من دون سبب، بل هو لخبرك عن علامات إذا ظهرت على جسمك من بعد الفراق، فتأكد إنه هيدا الشخص سوف شو؟ هلأ رح لكم بسياق الحلقة. أول علامة هي بتحس حالك صرت عم تفقد من وزنك أو عم تخسر وزنك، أو جسدك وجسمك عم يخسروا وزن بشكل سريع وبشكل كبير. يعني كتير بيوصلني والله أنه أنا من بعد ما تركت أو من بعد ما انفصلت خسرت 10 كيلو أو 15 كيلو من وزني وبشكل سريع. هيدا دليل أنه هيدا الشخص مؤثر فيك إلى درجة كبيرة، ولدرجة إنك أهملت نفسك وأهملت صحتك، وبالتالي هيدا الشيء انعكس على جسدك. وإذا خسرت وزنك بشكل كتير كبير وحدث ربما صدفة إنك التقيت بهيدا الشخص وجها لوجه، أو هو كان عم براقبك وشافك على وسائل التواصل إنك فقدت من وزنك أو نزل وزنك بشكل كتير كبير، فتأكد إنه هيدا الشخص سوف يشعر بأنه هو مؤثر على حياتك أو تركته لإلك أثرت فيك بشكل كتير كبير، وبالتالي رح يزيد غروره ورح يزيد ابتعاده عنك. تاني علامة ممكن تظهر على جسمك هي زيادة الوزن، يعني بصير عندك شيء بسموه جوع عاطفي، أو بصير الأكل بمثابة فشة خلق بالنسبة لإلك، وبصير يزيد وزنك بشكل كتير كبير. وبالتالي هيدا الشخص، ومثل ما بنعرف يعني أغلب الناس سواء كانوا رجال أو نساء، لما يزيد وزنهم كتير يعني بيفقدوا شوي من خلينا نقول، أو حتى لما ينزل وزنهم كتير، يعني مش بس زيادة الوزن كتير هي اللي بتأثر على شكلنا الخارجي، خاصة إذا كان بالأصل وزننا معتدل أو مايل للنحافة، وبالتالي لما يزيد كتير أو ينقص كتير هيدا الشيء عم بيأثر تلقائيا على الشكل الخارجي، إلا إذا كنا من أصحاب الوزن الزايد بالأساس ونزل وزننا، فهون مش رح كتير يتأثر، بالعكس ربما يصير أكثر رشاقة. ولكن اللي رح يصير هو شحوب بالوجه. ليه؟ لأن أنت فقدت وزنك مش بطريقة صحية، مش بطريقة أنه أنت عم تعمل رجيم أو عم تعمل رياضة، أنت فقدته بشكل عشوائي، وبالتالي ممكن يأثر على شحوب الوجه أو على التغذية والصحة بشكل عام. وأيضا لما يزيد وزنك بشكل مبالغ فيه، هيدا أيضا إذا هالشخص شافك سواء على الواقع بالصدفة أو بالسوشيال ميديا أو بالمراقبة، لما يشوفك زايد من وزنك أو هامل صحتك وهامل شكلك الخارجي، أيضا هيدا الشخص رح يحس حاله إنه هو وجوده بحياتك كان مخليك تكون متزن على الصعيد الصحي والنفسي وشكلك الخارجي جميل، وبالتالي لما بعد عنك هو أنت تأثرت لدرجة إنه فقدت من رشاقتك أو من شكلك الخارجي. ثالث علامة بتظهر على جسدك إنك بتحس جسمك مرهق
أو كسول، يعني ما عندك طاقة للحركة أو حتى إنك تروح على شغلك، ما في طاقة، دايما مرهق، دايما متعب. وبالتالي هيدا الشيء واضح بيكون، وأكيد الشخص اللي تركك حتى إذا كان هو ببلد وإنت ببلد، هلأ بزمن السوشيال ميديا ووسائل التواصل أنا أكيد رح يلاحظ هيدا الموضوع، خاصة إذا كان عم بيراقب، وحتى إذا كان بنفس بلدك وممكن تلتقوا عن طريق الصدفة بأماكن مشتركة، أيضا رح يلاحظ هيدا الموضوع الإرهاق والتعب على جسمك. وحتى إذا ما لاحظ، أنت من نفسك لما تنصاب بهالحالة من الكسل والتعب والإرهاق الجسدي، فهيدا تلقائيا عم بزيد صعوبة التخلي عن هيدا الشخص، وعم بزيد صعوبة فك التعلق. ومن ناحية تانية، هيدا الشخص عم بلاحظ كل هالأمور والعلامات الجسدية عليك، هو مثل ما قلنا سوف يزيد من غروره، سوف يزيد من ابتعاده، وبالتالي لن يعود ولن يندم على فراقك أبدا. طيب شو الحل وكيف بتتصرف؟ بمجرد ما تعرضت للترك أو الهجران من أي شخص غالي عليك، ما بدي منك أبداً إنك تهمل صحتك وشكلك ورياضتك وطريقة غذائك، يعني خلينا نقول علاقاتك الاجتماعية وشغلك وعلمك ودراستك. لا، لأنه لما شخص يبعد، نحن كنا عاطينه 90% من حياتنا، من وقتنا، من اهتمامنا، وأوقات ممكن نترك أصحابنا لأجله ونهمل عائلتنا وأقاربنا وزياراتنا الاجتماعية لأجله، أوقات منهمل دراستنا وشغلنا لأجله. وبالتالي هيدا الشخص كان شاغل كل حياتنا، 90% من حياتنا كانت لإله، فلما يتركنا ويبتعد عنا ونحن عم نحاول نرجع لحياتنا القديمة اللي كانت قبله أو نرجع على طبيعتنا، مش هنلاقيها. ليه؟ لأنه نحن خسرنا حياتنا كلها بالطاقة والوقت اللي عطيناه لهيدا الشخص. فإذا الوقاية خير من العلاج، فأنت بدل ما تعطيه 90% من حياتك، أعطيه 50% كحد أقصى. بدك تحافظ على علمك، عملك، على أصدقائك، على نجاحك، على تطوير نفسك. يعني تطوير نفسك هو كمان جزء كتير كبير بيتعلق بالصحة الجسدية، لأنه مثل ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. وأنا بنصح دايما الأشخاص أنهم يعتنوا مش على صعيد الهوس بالشكل الخارجي كجمال، لا، مش كجمال أبدا، أنا أتكلم عن الاعتناء بالصحة والاعتناء بالرياضة، بأنواع الغذاء اللي عم نتناوله. يعني كمان نبتعد عن العادات المضرة، مثل الناس اللي بيصيروا يدخنوا كتير، يشربوا كتير، أو حتى بيتعاطوا أحيانا بعض الأمور. كل هيدي الأشياء بتزيد من صعوبة فك التعلق، وبالتالي بتزيد من ابتعاده. لأنه أنت لما هيدا الشخص يشوفك بالعكس اتطورت بصحتك، بجسدك، بنجاحك، هو هون فقط رح يندم، وهو هون فقط رح يرجع لإلك.